أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادراته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم. وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ قيم التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الأفغاني في أزمته الإنسانية، سائلا المولى القدير أن يعم السلام والازدهار في أفغانستان، متمنيا لها ولشعبها الأمن والاستقرار. جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام إلى العاصمة الأفغانية كابل لتوصيل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب أفغانستان ودعم الجهود الإغاثية في المناطق المتضررة، حيث قام وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة المناطق المتضررة في أفغانستان وتوزيع المواد الإغاثية على الأهالي المتضررين، استكمالاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم يد العون والمساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الأفغاني. استكمالا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لمساعدة الشعب الأفغاني في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان، وتكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية، قام وفد من المؤسسة برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابول، حيث تم التوقيع على الاتفاقية مع ممثل المفوضية في أفغانستان ليونارد زولو بحضور ممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي خالد خليفة. الحمد لله رب العالمين الذي كرمنا أن نوقع اتفاقية اليوم لدعم الشعب الأفغاني الشقيق والذي يمر بظروف جدا قاسية وصعبة، وتفقدنا بالأمس بعض المناطق، ونقدر الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، ويشرفنا أن نتعاون معهم في مساعدة المتضررين. نشكر سيدي جلالة الملك ملك مملكة البحرين سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونشكر قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمهم ومتابعتهم لتقديم العون للدول الصديقة والمتضررة. فاطمأننا نحن على أسلوب صرف دعم البحرين وطريقة توصيله إلى المتضررين، وقابلناهم، وهي مبدأ تؤمن بالبحرين. اليوم نحن متواجدين في أفغانستان صحبة وفد من المؤسسة الملكية في البحرين، والوفد برئاسة سعادة الدكتور مصطفى السيد الصديق العزيز. أتينا إلى أفغانستان لتوقيع اتفاقية بقيمة $1,000,000 لمساعدة الشعب الأفغاني الذي يعاني على مدار العقود يعني الكثير. وأتقدم بالشكر الجزيل لمملكة البحرين، لملك البحرين، لسمو ولي العهد،
وأيضا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي يرعى العمل الإنساني ويؤيده، ونحن نعتز بهذه الشراكة التي تمتد إلى عدد من الدول ليس فقط في أفغانستان. لدينا شراكات أيضا مع المؤسسة الملكية في الأردن وفي أوكرانيا، ونتمنى أن تستمر للمزيد من الدول والمزيد من العطاء من أجل الإنسانية. This assistance goes a very long way. ستدعم هذه المنحة السخية الاحتياجات الطارئة للسكان في المناطق الأكثر تضرراً في جنوب شرق أفغانستان.